اسمي عبد الرحمن سعود العمر، عمري 10 سنوات، وألعب نادي كاظمة كرة اليد، اللي شجعني أمي وأبوي عشان أدخل ألعب كرة اليد ومارسها. مركزي ألعب سنتر. قمت أشوف أنا كنت ألعب مركز ثاني قبل لا ألعب سنتر وهو جناح. أنا ألعب ويا ربعي بالملعب عشان نأدي لعب جميل. اللاعب اللي أرتاح ألعب وياه عبد العزيز حداد. دور المدربين والمشرفين إنه يعطون تكتيكات عشان نلعب عدل ونقدم أداء حلو. تمريننا أول ما ندخل أول شيء نسخن قبل لا نلعب عشان يصير عندنا لياقة زيادة. بعدين نتمرن بعدين نلعب تقسيمة، يعني نلعب مباراة. المباراة الحلوة اللي لعبتها ضد الجرين كانت النتيجة يعني تعادل. لما يعني مثلا باكر عندي هذا مباراة، أول شيء أكل أكل صحي قبل لا أي وسخن بعدين نلعب المباراة. أي عطتني لياقة عشان ألعب وعطتني فوائد عديدة. أحيانا أتابع اليوتيوب مباراة كرة اليد، أحيانا ما أتابع. قبل لا نبلش نسمي بالرحمن بعدين ندخل نلعب. لا ما كان عندي نقط ضعف، عشان يعني الإنسان لازم يصير قوي وما يصير فاشل. اللعبة الثانية اللي لعبتها غير كرة اليد هي كرة القدم. أوفق بين الدراسة والتمرين، أو شيء أدرس قبل لا أي نادي. اللي شجعني أهلي مثل أمي وأبوي، يدتي ويدي. أحتاج تمرين قوي وأخفف عن الأكل السيء. أنصحهم أن يتجهون للرياضة عشان يصير عندهم لياقة أكثر، يكون عندهم لياقة أكثر من عمرهم. السلام عليكم، معكم لاعب عبد الله خالد الدريد. لعبتي السلة وأنا من نادي الكرة. شلون دخلت اللعبة؟ اللعبة من أبوي خلاني أحب
اللعبة إن فيها يعني اللياقة و يعني قوة. اللعبة يعني فيها يعني كل شيء حلو، تفوز هذا الدوري، ترفع اسم هذا ناديك، وإن شاء الله تخلي ناديك كله يعني هذا يعني تهبط. أنا ألعب سمول فورورد اللي هو يكون على الوينج، لعبه يعني هذا يعني مركز، هذا اللاعب يسوي كل شيء، يشوت يدش يعطي باصات يعني كأن هذا بنجر. الفرق بين يعني التدريب بين النادي والمعسكر ان النادي يكون يعني الملعب قاعد يزحلق ومو يعني مو نظيف، الفرق بين لما يعني مسافر معسكر الملعب يكون يعني اوف ممتاز يمسك الجوتي يخلينا نشوت عليه. مدربي خلاني يعني خلاني اكون لاعب زين، خلاني اشوت زين ادس زين، خلاني اسوي يعني هذا كل شيء. اسهل تمرين اللي هو مال هذا اللياقه، واصعب تمرين اللي مال هذا اللياقه، خليك يعني تتعب يعني اغلبتي لبرون لان يشوت يدش يعطي باصات فيحرك اللعب كله. طموحي اني اكون لاعب درجه اولى محترف، اني يعني اخلي الفريق يكون اقوى ويتحرك احسن، واكون لاعب منتخب ان ارفع اسم هذا دولتي. تماريني اللي هو ساعتين باليوم، كل ساعة فيها شيء يعني ساعة هذا لياقة وساعة فيها يعني نفس اللي هني اللياب والشوت والهذا. شلون أقسم بين يعني دراستي واللعب؟ اللعب هو يعني خاص موجود، الدراسة لازم يعني أستمر عشان أرفع هذا الدرجة. أوكي، أشهر إصابة اللي هي مالت هذا أنكل. شلون يتعور؟ إن مثال يروح يمسك الريباوند ريلة تلف فجأة، و يعني راح يعني هذه الإصابة راح تظل وياك شهور، فراح تعورك وتعورك، ف إن شاء الله يعني الطيب أسرع. شلون لاعبي يعني يتخلي العوار تروح أسرع؟ إنه يعني يتمرن كل يوم، لازم يحافظ على الأنكل يعني مو يشد عليها، يحافظ عليها يعني على الخفيف عشان ما تشد أكثر. اللي يشجعوني أهلي، اللي ما يلعب الرياضة يعني ما راح يكون شيء وايد حلو بالمستقبل، ان الرياضة راح تخليك يعني جسمك احسن تضعف وكل شيء، اما اذا ما تسوي شيء يعني ايش الفائدة؟ الفرق بين اذا انت ما تتمرن كل يوم بس قاعد ايش قاعد تسوي؟ روح النادي احسن لك عشان يعني تتمرن يكون عندك يعني لياقة قوة وذكاء عشان تكون شخص أحسن من الحين.